في اليوم 24 من الحرب الروسية في أوكرانيا ومع استمرار الهجمات والاشتباكات، أكدت قيادة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية فشلت في محاصرة العاصمة كييف، مؤكدة مقتل جنرال روسي كبير في المعارك. ونبقى في محيط العاصمة كييف، حيث أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية حفر القوات الروسية خنادق لإخفاء آلياتها في مؤشر على اعتزام موسكو إطالة أمد الحرب. وأما في شرق البلاد وتحديدا في لوغانسك، أكدت السلطات الأوكرانية أن القتال مستمر في عدة مناطق مع إجلاء عدد من المدنيين. وإلى ماريوبول جنوب شرقي البلاد، حيث أكدت الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية عزلت أوكرانيا مؤقتا من الوصول إلى بحر أزوف في الجنوب عقب سيطرتها على ميناء المدينة. ومع استمرار المعارك على عدة جبهات، أشارت آخر الإحصائيات الأممية إلى نزوح أكثر من 6.5 مليون شخص داخل أوكرانيا، فيما فر أكثر من 2,200,000 شخص إلى خارج البلاد حتى هذه اللحظة. والآن مشاهدينا نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.